رعاية سيادتكم الكريمة للمعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية والصحة ICF North Africa. هذا المعرض الذي يتم تنظيمه في مصر لأول مرة بعد النجاح الكبير الذي حققه في الدورات السابقة في دولة الكويت ودولة الإمارات العربية الشقيقة. السادة الحضور الكرام، تعلمون جميعا أن تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية لها مواصفات خاصة في عملية التنظيم ولها أهداف محددة مطلوب تحقيقها بما يعود بالنفع على كل المشاركين في تلك الفعاليات، وعلى رأسها تحقيق المصالح العليا للدولة الحاضنة لهذا المؤتمر حتى تكتسب صفة الدولية. ومن هذا المنطلق يسعدني أن أحيط سيادتكم جميعا بالفوائد التي سوف تعود على مصرنا الغالية من تنظيم مثل هذه الأحداث. أولا، تحقيق الريادة، حيث أننا نسعى من خلال خطة علمية مدروسة ليكون هذا المعرض الرياضي الدولي هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خلال 3 سنوات، وسوف يتم عرض هذه الدراسة بمعرفة استشاري إنجليزي معروف ويتبع شركة ATEX انترناشونال على معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك في صباح يوم افتتاح المعرض يوم 7 مارس المقبل إن شاء الله، ليكون ذلك التزاما منا وواجبا علينا ومطلوب تحقيقه بكل الحرفية. ثانيا، بناء ثقافة جديدة وعصرية للشعب المصري في كل الأعمار لممارسة الرياضة بشكل شامل، وعدم الاكتفاء بتشجيع الرياضة من المنازل والكافيهات، وهذا سوف تكون له فوائد عظيمة علينا جميعا، وعلى رأسها خلق جيل جديد قادر على التعايش مع الطفرة الاقتصادية المتوقعة في المستقبل القريب جدا.